يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من ينكر العلو يستدل ببعض الآيات كقوله تعالى من ينكر العلو يستدل ببعض الآيات كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، وقوله: وهو الله في السماوات والأرض. نحن أقرب إليه منكم بعلمنا، بالعلم، الله قريب من خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، فهو قريب بلا شك، قريب بعلمه، وقريب أيضا بملائكته. نحن، ما قال أنا، قال نحن، يدخل بهذا الملائكة الذين يحضرون الميت وينزعون روحه، فالله ما أقرب إلى الميت وإلى غيره بعلمه سبحانه، هو قريب في علوه علي في دنوه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهو قريب منهم بعلمه سبحانه، لا يخفون عنه. نعم. وقوله: وهو الله في السماوات والأرض. وهو الله يعني المعبود، الله معناه المعبود من الألوهية، فهو الله في السماء وفي الأرض، أي أنه معبود في السماء والأرض، كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، مثل قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، والألوهية معناها العبادة. نعم.